قلت لنا نقطة مهمة هي آلام الظهر، يعني كلنا واحنا قاعدين في البيت أكيد مش قاعدين شادين ظهرنا كده، فعلى طول ظهرنا بيوجعنا، أنا واحد من الناس على طول ظهري بيوجعني. آلام الظهر دي مشكلة شائعة جدا في كل الناس كلها، يعني من صغير لكبير، لرياضي غير رياضي. الآلام ديت بتنتج حاجتين مهمين جدا. لو بشكل رياضي ليه شخص، يعني بشكل رياضي جزء، والراجل اللي غير رياضي جزء تاني. نتكلم عن غير رياضي. الغير رياضي ممكن اكون في البيت قاعد عامل كده، طب انا بعمل كده ليه؟ انا ضهري مقفول عليا هو ليه كده؟ طبيعي قاعد مرتاح ما هو واخد راحته مش يعني كده قاعد في بقى، البيت. يبقى لازم اتعلم الاسس اللي انا اقعد بيها صح. يبقى اول حاجه منها ان انا اقدر ان انا انحناء دايما، بشيل حاجات تقيله بتكنيك غلط. يعني انا مثلا واقف فاتح رجلي، بشيل مثلا، معظم الناس لما تيجي تشيل مثلا حاجه كده بتلاقي ركبتها ايه؟ متنين. مفروده. لا متنين. ما هو الاساس اللي بيحصل الاصابه فيه مش اللي هو الصح. الصح ان انا اتني ركبتي، لكن الشكل ان انا بقول افرد ركبتي واجي اشيل، لما اجي اشيل ايه اللي بيحصل؟ باثر على الفقرات القطنيه بتاعت ظهري، فبالتالي الفقرات دي كلها بتضغط على بعض. طب ممكن ان انا اوزع الاوزان، يعني مثلا شايل كيسه او طالع مثلا عامل شوبينج مثلا او اي حاجه، شايل كيسه هنا تقيله قوي جدا على جسمي بتاعه برضه هنا، فلازم انا اوزع الثقل صح، فبحيث ان انا اقدر اوزع طب دي نقطة الالتزام. مهمة، يعني ان انا لو طبعا. شايل حاجات من السوبر ماركت ولا ايوه حاجة كيسين ثلاثة، فاحاول ان انا اوزعهم على ايدي دي وايدي دي بحيث ان انا ايوه اعمل توازن. ايوه طب ده بالنسبه ده بالنسبه للغير رياضي. طب بالنسبه للرياضي، الرياضي هو اصلا ده ممارس على طول، نتيجه التدريب الكتير والاحمال التدريبيه كتير او بالتكنيكال الغلط. يعني بص، هو دايما لازم تحط كل الحاجات دي كلها في البايوميكانكس، في علم الحركه نفسه. يعني انا بتحرك ازاي صح؟ بمشي كويس ولا مشيش كويس؟ بجري كويس ولا مش كويس؟ الجوينت نفسه يترفع كويس بالتكنيكال بتاعه صح قدام او غلط؟ برضه دي حاجه مهمه جدا. انت فاهمني؟ فالموضوع دوت مهم جدا بالنسبه للرياضيين. طب انا كابتن، انا ظهري وجعني واحنا بنتمرن مثلا، كابتن ظهري وجعني جدا، طب انت حبيبي انت عملت ايه؟ انا عملت جامب. عملت جامب ازاي؟ بتكنيكال عامل ازاي؟ عملت جامب رجليك عامله ازاي؟ فاهمني؟ فبالتالي هيبدا ياثر على ظهره طبعا بشكل كبير جدا، وبالتالي الاصابه دي تبدا تاثر على بعضها مره في مره في مره، يبدا يحصل لي مثلا ايه؟ التاكل في الغضاريف. اصل العمود الفقري ده فيه اقراص، تمام؟ الاقراص دي بتمتص الصدمات اللي هي اقراص الغضروف، يعني فبالتالي لازم انا امتص الكدمات دي او الامتصاص بتاع الحركه او الجامب او الماشي اصلا، ده لازم امتصه عن طريق الظهر. طب ازاي يا كابتن هعمل الكلام ده؟ يبقى لازم كتدريبات اعملها. هتكلم عن التدريبات دلوقتي بشكل رياضي، بشكل الناس الرياضيين وبشكل الناس الغير رياضيين. بس هو في ده الاساس للظهر. للظهر، بس هو كاساس هو برضه شامل للكل. طب كلمني الغير الرياضيين لان ده المهم، احنا عايزين يعني وانا ماشي. قاعد في بيتي اقدر اعمل ايه؟ طبعا هقول لحضرتك حاجه، انا دلوقتي الظهر بيوجعني نتيجه الفقرات ضغط على بعضها. طب الفقرات ضغط على بعضها ايه اللي بيحصل؟ في استطاله في العضله بتاعت الظهر كلها لانها طويله مش مشدوده. طب انا يا كابتن لو شديت ده كله هرجع ظهري كويس؟ فالحمل هيبقى عندي فين؟ هيبقى على العضل مش على ايه؟ على الفقرات نفسها. فبالتالي هبدا ان انا يعني خلاص، انا اول حاجه ديت يعني ايه، انا افهم انا بعمل ايه عشان خاطر ايه، دي اهم حاجه. طب ايه التبديلات اللي ممكن اعملها؟ ممكن انام على بطني خالص، انام على ظهري بطني على بطني عشان اشتغل بها، جسمي خالص مشدود كويس قوي قوي، ايدي الاثنين مفرودين خالص لقدام، بعمل بوش بايديا جامد جدا على الارض وبرجليا جامد جدا على الارض، بضغط جامد جدا، فاهمني حضرتك؟ وابدا مثلا ارفع الايدي اليمين ثابت، لما اجي ارفع اليمين لازم أن يكون القوه موزعه الناحيتين صح. يعني مثلا انا دلوقتي برفع اليمين ثابت، طب دي الشمال دي لازم تكون ضغط على الارض كويس جدا، بحيث ان انا اقدر ايه احقق المكسب بتاعها 100%. لان معظم الناس تبدا تعمل تدريبات غلط، فتبدا ترفع كده 1 2 3 4 وحركه على طول، لا اعمل ثابت الاول اهو، فارد ايديا خالص بثبت 10 ثواني مثلا، خمس، لا اعد خمس عدات، خمس عدات، 1 2 3 4 5 والرجل ثم الشمال 5 ثم ايديا الاثنين مع بعض 5 ثم ايديا اليمين مع رجلي اليمين 5. بس في مشكله لما اجي ارفع ايديا اليمين مع رجلي اليمين، في ناس ممكن تعمل كده. شفت؟ شفت التكنيكال نفسه اتغير ازاي بشكل كبير جدا ملحوظ في قد يضره كمان، قد يضر طبعا، بس لا هو مش هيضر اكتر، بس يعني استفادته هتبقى اقل. فلازم دي تكون مفروضين، برفع اليمين مع اليمين، الشمال مع الشمال مثلا، اليمين مع الشمال، الشمال مع اليمين، ده حتى بيزود الاتزان كمان، وكله مع بعضه ثابت.